دعاء الشفاء بإذن الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. سبحان الله وبحمده، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. السلام عليكم. اليوم في مطبخ أم يونس عندنا وصفة بمكونين وهي المسفوف، مسفوف الجلبانة. اليوم هذا الفيديو اللي راح نديروه إن شاء الله يستفادوا منه المبتدئات. اليوم راح نوريهم إن شاء الله كيفاش راح نفوروا الطعام ولا الكسكس كل المنطقة واش تسميه. إذن هنايا عندي الطعام على حسب كل وحده في دارها شحال، ما نقدرش نقول لكم كيلو ارطل. المهم الطعام على حساب افراد العائله، كيف كيف الجبانه على حساب افراد العائله. اذا عندي انايا جبانه كانت عندي في المجمد، واش ندير لها؟ نغسلها ونحطها تفور حتى طيب لي، نحطها طيب لي فوق البخار حتى طيب لي كامل، ونشوفوا كيفاش نقدموها. اذا الطعام كيف كيف. هنايا الطعام تاعنا واش نديرو؟ هنايا كاين ناس، كاين سيدات واش ديرلو؟ تسومو. وشنو واش معناها تسومو؟ ديرو في الماء، ديرو في الماء ومن بعد تفرغ هذاك الماء وتخليه ينشف. هنايا اليوم حنديرو طريقه جديده وسهله وبسيطه. اذا هنايا واش حنديرو الطعام تاعنا؟ هنايا راح نرشوه بالماء فقط. دوك تشوفوا الطريقه كيفاش راح نديرو له. نرشوه فقط بالماء ونكملوا الخطوات، تابعوا الفيديو حتى الاخر. اذا انا هنايا غادي الطعام تاعي واش ندير له؟ عادي كاين اللي يحب الطعام هذا يدير عليه الماء وبعدي يغمو بالماء وبعدي يفرغ هذاك الماء ويخليه ينشف. حنا نديروا طريقه جديده شوفوها معنا. اذا هاو الطعام تاعي واش ندير له؟ نفتحوا هكا، نجيب ماء دافي، ماء دافي. هنايا نبداو نرشو فيه غير بالعقل هاكا، ما يشبخوش بزاف. ها بقا يشبر هاكا، هاكا تكفيني. هاكدا نخليه ينشف لي كامل. هاكدا نفتحو، تابعو الخطوات هاكا. هاكا شفتوني بلي ما درتلوش ما بزاف، رشيتو برك بلا ما سخون مع دافي هاكا، نخليه ينشف لي ونرجع. ها هي الجلبانة تاعنا بعد ما درناها تفور حتى طيب لي كامل، نفورها مليح طيب لي ونكملو واش كيفاش راح نستعملوها. وحنايا درنا لي طون قريب طيب لنا، حنايا درنا الطعام تاعنا شمخناه خليوه ينشف شويه دوك نكملو كيفاش نديرو. اذا هاو لي الطعام تاعنا بعد ما نشف لي، شوفو كي تجبدو كيفاش يولي بصح. ها بغيت تفتحيه ما تخافيش منه كامل عليك، ديرولو هكا نفتحوه كامل هكذا نفتحو. شوفو كيف ساهل، ما تخافي منه ما والو. هاوليك حتى هاد الحبات لو تشوفو فيهم شوف نحت عادي. شوف كيف حلوه كامل مليح هكذا.
كيما كتشوفين حلوه كامل مليح. طعم تاعو فاش ولا واش نديرو له هنايا؟ هنا في المرحله هذه نديرو له تقريبا غرفه تاع زيت باش ندهنوه، باش كي نفوروه ما يتعجنناش ويلصق في بعضه. وهذه هي المرحله المهمه في الطعام باش ما يتعجنش ويجي حاجه مليحه. اذا هنايا نديرو شويه تاع زيت هاكا برك قطعه برك ماشي بزاف تقريبا غرفه، ويدخل هذاك الزيت كامل في الطعام تاعنا. اذا دخلنا هذاك الزيت تاعنا دركا نديوه باش نفوروه. هنايا قبل ما نفوروه واش نديرو؟ نملحوه، نديرو له الملح هكذا ونخلطوه عادي. تخدمي بيدك شوفو الطعام تاعي كيفاش جاي، ما نعجلنا والو هبا ديرو بشي. اذا الطعام ترفديه عادي هاكا بجوج يدين وتحطيه في الكسكاس هاكا، وتحطيه داخل الكسكاس حطيته في الكسكاس بعد ما نكون دهنت الكسكاس تاعي. اللي عنده هذه النوعيه تاع الكسكاس يدهنها بشويه زيت باش ما يلصقلوش الطعام تاعو، باش ما يسكنش الطعام تاعنا في الكسكاس. واللي عندها كسكاس هذوك تاع لي نوع شابين ما تعرفوا بلي ما يلصقش ما ديرلوش كاس. اذا هنايا انايا نحطو في فورلي ومن بعد هذيك الفوعه الاولى نحينا من الكسكاس. شوفوا كيفاش يكون، ما تخافوش منه كامل. واش نديرو؟ نبداو نديرو هاك باش نفتحوه عادي. ها تفتح عادي معنا هكذا وهو سخون. نديرو له الماء هذه الفوعه الاولى هذي الطعم تاعنا. فتحيه عادي هاذي تفتح لك نورمال. واش نديرو له هنايا؟ نبداو نرشو فيه غير العقل واش بخير، ما تخافيش منو كامل. حطيت شمخلك وما تخافيش كامل ليك. هنايا إلا كان ليك سخون استعملي ملعقة تاع خشب هاكا. انا مازال راني نشوف فيه مازال ناقص شويه ما نزيد له هكا، نزيد نرشو شويه هكا نستعمل دي هكا بس باش نحلو هذا مكان. خليوه ينشف ممكن الخطوات. اذا شوفوا الطعام تاعنا باش جا هايل. هنايا واش نديرو؟ نزيد نفورو الفوره الثانيه وخلاص. انا هنايا راح نديرو زوج فورات ثم طايب خليه حتى يفور. شوف الطعام تاعنا شحال جا هايل. الطريقه تاعو سهله خاصة المبتدئات، ما تخافيش من الطعام استعمليه عادي وتفوريه. ان شاء الله تجربي الوصفة تاعي على طريقتي وتجيك سهلة
وتعجبك تنجحي فيها ان شاء الله. كملوا حنايا كاع نعاود نفورو ونرجع نشوفو كيفاش. اذا هنايا نجيبو الطعام تاعنا. حبيت نشارك معكم هاد الخطوه. نديرو نصف كميه تاع الطعام هنايا. هذه طريقه تاع ميمتي الله يذكرها بالخير، ان شاء الله ربي يرفع عليهم البلاء لو حاصرهم في بليده. اذا هنايا هاولي الطعام تاعي نديرو النص تاع الكميه. واش نديرو لها؟ نجيبو هذيك الجلبانه تاعنا اللي فورناها تكون طابت لي، وكيف درناها الفور درنا عليها الملح. نحط هذه الجلبانه تاعي ونديرها كامل هكذا في الوسط ونرجع نزيد عليها هذاك الطعام تاعي. إذن هاي ليك درنا طبقة تانية نحطوها نفوروها. هذه طريقة أمي ربي يطول عمرها إن شاء الله، على طريقتي أنا. هذه الوصفة تاع أمي على طريقتي أنا. إن شاء الله ربي يطول في عمرها إن شاء الله. إن شاء الله تعجبكم الوصفة تاعي وكملوا معايا الفيديو للآخر. إذن هاي ليك بعد ما نحيناها الكسكاس شوف يدي لهدا يد تفتح نورمال عادي. شوف هنا واش نديرولو كيما راهو ما نمسوش، نفتحو هنا نديرو الزبدة نديرو بحسب الكمية اللي ديريها لعايلتك. إذا أنا درت مغرفة ونص في كوب ولا صحفة طعم. إذا هنايا واش نديرو؟ مازال سخون خليوه ذوب شوية هاديك الزبدة نكملو نحلوه. ريحة عندي هنايا واش نقول لكم راهي تشهي. شوفوا ديك الزبدة كيفاش ذايبة. اذا ان شاء الله تعجبكم الوصفة جربوها شوفوا في صحن التقديم ان شاء الله. هاولي الطعام تاعنا بعد ما حضرناه معكم ان شاء الله تعجبكم الوصفة جربوه. هذا طعام لي حتى في رمضان مصفوف تسحرو بيه. نتمنى تعجبكم الوصفة على طريقتي وتجربوا الوصفة وتعطوني رأيكم في التعليقات. نشكركم وإن شاء الله ربي يرفع علينا هذه الوعبة. نقولكم بقاو على خير في وصفات قادمة إن شاء الله.